بياناته بأن جرائم حماس بحق المدنيين لا يمكن أن تبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، حيث يجب أن تحترم إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وأن تضمن حياة المدنيين. ونكرر مجدداً رفضنا القاطع لأوامر إسرائيل بإخلاء أكثر من 1,000,000 شخص من شمال غزة إلى جنوبها، ونطالب بإلغائها، ونحذر من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بشكل قسري والذي يهدد بنكبة جديدة.